هذه من جهه الحضور ديالي. اليوم كنت انفيتي في جمال كوميدي كلوب. الحضور ديالي ندعم الشباب اللي تبارك الله خاص لي دعمهم واللي يوقف معاهم واللي يكون معاهم. هذا هو الدور ديالنا، حنا شباب نعاونوا الشباب. وكما كتشوفوا الحمد لله ستاند اب في المغرب دابا بدا كيتطور، غادي من الحسن للاحسن، وكنتمنى التوفيق للجميع. كيدير حال الكوميديا المغربيه؟ حال الكوميديا المغربيه بخير، مزيان. اللي كيخدم على راسو راه هو كيبان لكم في الساحه المغربيه، ودليل على ان لي سبيكتاكل ديالنا تيديروا سولد اوت في واحد المده وجيزه. دونك راه انت بطبيعه الحال غيبان لك الحال ديال الكوميديا المغربيه كيفاش داير، والجمهور متعطش انه يعني يشوف الضحك، بحكم ديك عامين اللي دازت علينا في الشكل. الجديد ديالي دابا حاليا كندوي معاك، غادي نشطريق ان شاء الله الفاس، عندي سبيكتاكل فاس، وعندي بزاف ديال العروض ان شاء الله ديال ايموراجي غادي يكونوا في رمضان. دابا مركز على لي شو، وان شاء الله كاين جديد التلفازي، ولكن ما غيكونش، لا نو ما يكونش في رمضان، يكون ولا رمضان ان شاء الله. كاينه شي حاجه خفيفه في البرنامج. اليوم كنت انفيتي في السهره الاولى، انا اللي درت الافتتاح ديال البرنامج. الهدف ديالنا هو نشجعوا الشباب. الحمد لله ستاند اب في المغرب غادي من حسن لاحسن. دابا ولات عندنا واحد الموجه ديال بزاف ديال الشباب دابا كيديروا ستاند اب، وكنتمنى لهم التوفيق والحضور ديالي، انني نشجعهم ونشدوا بيديهم. التعامل ديالكم مع جمال؟ تعامل جميل جدا. جمال بحال الصديق ديالنا، بحال خونا الكبير، فايتنا في التجربه، استفدنا منه بزاف د الحوايج. دونك تعامل عادي طبيعه الحال، هذا هو الدور ديالنا، خاصنا نساعدوا بعضياتنا. وكما كيقولوا واحد المثال، اللي فيتك بليله فيتك ما عادش كيقولوا بحيله. اكزاكتومون. دونك كتحاول تبارطاجي معاهم داك الشيء اللي عارف بحكم التجربه ديالك في الدومين، مع لي زارتيست، مع الاعمال اللي كانوا عندك، مع داك الارشيف، مع داك الخزان اللي جبتي، كتحاول تبارطاجي مع هاد الوليدات هادو، وان شاء الله غيكون الخير. بيس. انت كتفرج في راسك في رمضان؟ نكذبش عليك خويا، هاد العام ما عنديش شي اعمال في رمضان، ولكن غادي نتفرج في التلفازه. ولكن انا من الفنانين اللي كنتفرج في راسي في رمضان، وكيعجبني الحال، وكنرضي راضي على راسي، حيت بالنسبه للمتلقي او المشاهد يعني غادي يشوف هذاك الشيء غيبان لي عادي، ولكن راه كاين تما مجهود، كاين واحد التماره. او موا ما عجبكش العمل غتحترم هذاك المجهود. كلمه للجمهور ديال، بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو، وديما مغرب.